هنا وحدة وهنا وحدة. هنا البوابة. هسا دخلت بغير منطقة. لك شنو صار به ذئاب؟ موت 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 موت. لك هذا اونلاين حيموت حيموت. قتلته والله اونلاين. لقينا واحدة اونلاين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير وياكم علي العراقي، واليوم عندنا لعبة جديدة، لعبة Last Day on Earth. آخر يوم في الأرض، طبعاً نختار سيرفرات، خلينا نشوف شنو هاي اللعبة. طبعاً حلوة لعبة RPG تعتبر، لأن التصوير حيصير من فوق، بس هواي نزل عليه هواي حلوة هياتها. الألوان مالتها والرسومات تذكرني بلعبة The Last of Us. فهي اسم اللعبة Last Day on Earth، آخر يوم في الأرض. ها هي بداية اللعبة. ما اعرف شو رأسا بدينا هنا. شنو ما اقدر اجي؟ لا والله. بيلد هاوس شلون؟ عندي مطرقة؟ ما عندي، مجرد بوكسيات. اتغير النهار، صارت الالوان حلوة. طبعا الوان اللعبة حلوة. هنا شنو هذا الخشب نقدر ناخذه؟ اوكي لمينا خشب. هنا شنو قاعد يدور جوا السيارة؟ خلينا نشوف. طبعا هاي بداية مال اللعبة. صار عندي تقريبا الخشب ويمكن هاي بالسيارة ذني لقيت. اي اخذهن ملابس و اوكي ملابس حق الاكوين. خلاص لبست القمصة لين باردة تعرفون، فلازم اسوي شغلة هنا. خل اخذ هذا الاحجار. طبعا السيارة يمكن اقدر اضم بيها، يعني اقدر اخزن بيها شغلاتي هنا. اللعبة بيها اونلاين طبعا، بيها زومبي وبيها اونلاين. هسه عندي هنا الورقة المرسوم بيها اسبانة، بس شنو هنا حشرت؟ شكو هنا؟ خيالة ورا الشجرة. يلا امشي نمشي. حشر اوتو، حشر حشر. شغلت الاوتو هم يعني المفروض هو يمشي من واحدة. حشر لو يقمز يدنج. بس خل نطلع ونرجع. رجعت طبعا شوية تغيرت. ها شنو هذا؟ زومبي. زين شو حقاتلهم؟ بوكسيات صار بيها زومبي. طبعا اللعبة نسخة تجريبية بطور البيت. هاي شفنا هواي زومبي. شنو السالفة؟ اقدر اخذ منهم شغلات؟ حبل هاي طلع لي حلو. هذا شو عندي؟ هذا ما عنده شيء، يعني كل زومبي لو ينطيك لو ما ينطيك. بوكسيات. هذا شو عندهم؟ حبل. صار عندنا حبل اثنين. فاكهة. الخشب. زومبي لا. حجار حجار حجر حجر. لازم ابني هسه، انا لازم ابني بيت. اساس مال البيت هنا مثلا. حلو تقدر تبني هواية. هو ده يقول لي هالقد لازم تبني. هاي كبداية عندك السقف. شنو ما اقدر ابني؟ يمكن خشب ما عندي. هم صفن بمكانه ليش؟ طبعا هم ده يقولون ان اللعبة ده تصفن. قالوا ان البداية مال اللعبة تصفن. هسه انا هشغل الاوتو. الاوتو المفروض هو يمشي من وحده، بس نسخة تجريبية لذاك ده تتوقف. صراحة مبينة حلوة لان بيها اونلاين. تقدر تتعارك اونلاين، تقدر تقاتل اونلاين. اللعبة مثل ريست وفاست. طبعا فاست بالمناسبة فاست راح يجيها تحديث هذا الاسبوع. هذا الاسبوع لعبة فاست راح تتحدث. طبعا لازم هم يعني اوقف اللعبة وارجع. طبعا اللعبة تتوقف ما اعرف ليش. يعني هسه انا بنيت شنو هنا غزالة. ادخل على الجنطة. صار عندي هذا سويته من عبارة عن ثلاثة خشب و ثلاثة حجر. حقول له اكوين. صار عندي هذا. لكي ما اعرف، خليها هسه بعدين نتعلمه.
الزومبي راح اقاتله بهاي المره. قبل شوي بوكسيات. حلو حلو كبدايه اللعبه حلوه والله. جيب الحبل هذا لك حموت هوني. راد لي طاقه لازم اكل. هم صفنت اللعبه لا تصفن ما هم صفنت ما اعرف ليش بها صفنات اللعبه. اوكي شباب رجعنا من جديد. طبعا هنا دا يقول ايام هنجر انا جاء. فنشوف ايش عندنا بالحقيبه. عندنا الفواكه نقول له يوز اكلها. نقول له يوز مره ثانيه اكل. اكل قطعتين او تفاحتين. هاي الايكون مال مي. مين اجيب له مي؟ هذا ما ادري. المهم لا تتوقف عندي اللعبه. لذلك لقيت حل. الحل انه تشغلون برنامج في بي ان. تعال ام زومبي تعال. طبعا اللعبة اونلاين مثل ما قلنا وقمت اقدر امشي يعني. هو هسه حاليا لقيت حال واحد وهو شغل برنامج في بي ان. اي برنامج تشغل في بي ان مو الا تختار الدولة يعني. هي دولة امريكا عادي او هو الدولة اللي طقها. اي برنامج في بي ان راح احط لكم رابط البرنامج اللي حملته من سوق قبل تلقوه بالوصف. استخدمت واحد واشتغل عندي لان الهولا ما اشتغل عندي. فهو دا يقول عن جوعان خلي اطيه. مو بس جوعان عطشان هم يعني. مين حجيب له المي ما ادري. ها صدق المي صدق عين المياه. ها ما يصير اطلع لي الاخضر ما اعرف ليش. يقول لي ما يصير تطلع خارج. لو طلعت والله شكلي طلعت. شبال اوكي دخلت على غير مكان. لو رجعت لا والله رجعت للبيت. خلبني مرة ثانية. عندي خشب لو لا؟ يمكن ما عندي خشب. هاي الايكونة مال الخشب تختلف عن الضربات. حلو اعتقد صار عندي خشب. اي حاليا صار عندي خشب. فاقدر ابني هذا البيت الصغير على المنشار. اقدر ابني السقف او وين حيبني هذا؟ لا مو هنا مو هنا غير بالحافة. هنا واحدة وهنا واحدة. هنا البوابة وهنا باقي لي خشبتين بعد. عشان هنا ما اعرف طلع لي. خلني ابني سريع. شباك منه وسياج منه سقف. ها هي تقدر تشتري صندوق مال اسلحة وما اعرف شنو هو شغلات بيها. نشرب مي. شلون اخذ انذني بس خلاص. شوف ايش عندي هنا. الحبل زايد اقدر اشمره او اخبط الحبل ويا الحبل. ارجع بسرعه بسرعه هنا قبل ما يموت. وين المي وين المي؟ تيك شربنا مي. كله 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 حيموت. مات. ليش مات ما ادري. زين البيت مالتي ما اختفي. لا موجود والله. يا اغراضي. حلو اقدر ارجعهن. هاي الشغلة حلوة مثل فاست او ريست. الخشب ويا الخشب. البقية ما احتاجن حاليا. ايش اقدر ابني بعد؟ مين اجيب هالصندوق؟ الملابس. شيل الزرع. انا حنبدي هسه. اريد خشب وزرع. الصندوق اريد خشب وزرع. طبعا اكو هنا شي يمي. هاي السيارة هاي همين اقدر اضم بيها صدق. السيارة اقدر اشمر بيها الغراض الزايدة همين بالمناسبة يعني. هاي هسه راح نبني الصندوق. هذا الصندوق كرافت. حلو صار عندي الصندوق. اعتقد من البناء صار عندي بالفيوتشر صندوق.
اقدر اضيفه، فيقول وين تريده؟ لا اريده هنا، اي هنا. اوكي كلوز. هسه هذا الصندوق اقدر اضم به اغراضي، مثلا اشمر به هذني الزرعات الهاي، يعني الشغلات الزايده اللي ما اريدها. حلو، الاكل احتاجه، وبيها اللعبه هواي اشياء. هسه شنو الخارطه؟ شنو بيها اذا اطلع؟ بالله طلعت. خلاص بقدر اروح الغير ماب لو لا، هي اللعبة اونلاين، فما ادري هذول اونلاين اللي هنا لو شنو. انت هنا وهنا. هسه انا منو؟ انا هذا لو وين؟ زين اقدر ارجع لهذا؟ ليدي بامس كل دول اونلاين قاعدين هنا اعتقد. هذا الشيء اقدر اجي هنا؟ ايش قد يحتاج؟ طاقة وسرعة ما ادري شنو هاي. جون والله ما ادري، ما دافتي من اللعبة. اي بي وايد تفاصيل. هذا شنو هنا؟ أنا. مصنع متجر بانكار شير شير فلي ما شنو هذا. هسه رجعوني للبيت طبعا، بيها اسلحة القناص. قناص شي يريد؟ يريد هو شغلات، يريد شغلات ما معروفة اكيد. دبابة مدرعة، واو طبعا هو شغلات لازم بيها، هواي هواي فيكات بيها اللعبة، كل شي بيها كل شي بيها. فاسر يعيد، دست على هاي الايكون المكتوب عليه 13 فمشيت. انتر خلش. هسان دخلت بغير منطقة، لك شنو صار بيها؟ ذياب موت 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 موت. لك هذا اونلاين حيموت حيموت، قتلته والله اونلاين. لقينا واحد اونلاين، سوري اي ام سوري قتلته والله. لك هذا اونلاين، ما ادري مين جانا. اول شيء الذيب، خلنا ناخذ اللحم من عندي، اللحم حاكلها للطاقة. وهذا مين؟ هذا جليد بقى. هذا تعال يا حلو، عنده جنطة حلو، عنده تاير ما ادري شنو، هذا الحديد. وهالبطاقة شنو؟ طبعا حشمر هذا، هاخذ البطاقة. ها هي حلو، هو شغلات عنده هذا. الجنطة وين اخذها؟ جيبها هنا. حلو، خل ارجع ايش عنده بعد، ايش عنده بعد على السريع. والله اللعبة حماس صارت حماس. ها الجنطة اقدر اشيل اكثر، لبس الجنطة قبل اقدر اشيل غراض اكثر. لا لا لا، شلون اكل؟ جيبه. لا 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 لا، افلت افلت. زومبي وذيب طبعا. دخلت اول، دخلت على واحد هذا مار باندا ما ادري اسمه، ما قريت اسمه زين. باندر برا برا برا. فهذا الاونلاين مال اللعبه، يعني تقدر تدخل على غير خريطه، ويعني طبعا على غير واحد، فهنا هم يعني يجوز اكو واحد. فيقول لك اذا تمشي تحتاج 11 دقيقه وتعطي سبيد هاي السرعه هاي ال 13 طاقه. اذا اقول له ران راح يقول مثلا راح ينطلق بسرعه. فهي هاي تنقل بيها من غير عالم او غير ماب، فحلوه فيك حلوه. طبعا اكو احمر بالخارطه، هذا الاحمر يمكن زومبي 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 زومبي. اوه شيت، ما هذا الزومبي. طبعا مناطق خطرة المفروض انا ما اجي بيها، بس حاب اشوف شكو ماكو هنا. باناها من اكفة شي منها احمر. اوه افلت، زومبي عملاق. هاي المفروض مين صار عندي رشاشات اجي هنا. همزيك كنت انه واحد اونلاين بس طلع لي زومبي سمين، زومبي مكرش يعني ما اقدر اكتله هذا. رجعنا لبيتنا. اي والله الماب مالتنا القديم، واضر الساعة هنا يدروح. خلني بني الحديقة وبعدين ننهي المقطع. هاي جرافت. اوكي نختار الحديقة فنشوف وين حنبنيها، وين حيبنيها. ها تقدر تحدد انت بكيفك هنا. سوي هنا للبيت مو احلى. هاي اتصور نقدر نبني بيها مثلا اكل، نبني بيها شنو، نزرع بيها اكل خضروات وهاي الاشياء يعني. يعني بالله نقدر نزرعها، نقدر نزرع هذا يمكن البق مال جزر، انه الجزر عندي فلوس
لا خلال ساعة واحدة يلا يبني أو تقدر تسويها ب 120 قطعة ذهب، يعني ما عندي ذهب هواي فحنتظر ساعة كاملة يلا يصير. طبعا هنا هم هناك شغلة فحلو، بدأ الزرع يطلع يعني بدأ حلو حلو. فرابط اللعبة راح تلقوه بالوصف، حجم اللعبة 170 ميجا بايت أعتقد، 160-170 ميجا بايت، يعني ما تتجاوز 200 ميجا بايت، 170-160 يا فوق يا تحت. أوكي شباب، اذا الى هنا انهت، اتمنى عجبتكم هاي اللعبه هواي، قال لي انزل عليه فنن اللعبه وانا اشوفها تستحق التجربه. اذا الى هنا انهت الحلقه، كان معكم علي العراقي والسلام عليكم.